لماذا لم يقل اللهم لا تجعلني وثنا يعبد، وإنما قال لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ فإنه لو دعا بهذا قد لا يستجاب له. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وذلك في الغلو في الصالحين. ولذا قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلعله ظن عليه الصلاة والسلام أن دعوته في هذا لن تستجاب. أكل دعوة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام تستجاب له؟ أما السؤال الأول فالجواب عنه أنه ليس كل دعوة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام تستجاب له، فقد ثبت عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال لا تجعل قبري، هل استجيب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء؟ فيقال نعم استجيب له، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ونص على أن القبر لم يتخذ وثنا، بل أحيط بثلاثة جدران تمنع أحدا أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام وثنا. وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه قبري، نص على القبر ولم يقل اللهم لا تجعلني وثنا يعبد. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ معبودا وإلها من دون الله عز وجل. ولذا ترى من بعض الصوفية أو الروافض من يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله، لكنه لم يتخذ القبر وثنا.